الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. كل شي ساهل مع مينا. سمحوا لي راني تعطلت، ما كان راني نحط والو في القناه، ظروف صحيه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه كتجي بنينه وزوينه ومقادير سهله وبسيطه وموجوده في كل منزل، يعني يقدر يديرها اللي عنده واللي ما عندوش. غادي اليوم نعمروا البريك واحد الطريقه مختلفه، كتجي رائعه وهائله وكتعجب الكبار والصغار. بسم الله ومبروك عواشركم اولا. كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم المقادير ديالنا، غادي ندوزو نبداو بالورقه ديال البريك. انا كندير هاد الورقه كما كتشوفوا، هذه يعني هذه كتجي البسطيله تعمروا بها كلشي كلشي كتعجبني انا، كنخدم غير بهادي. يا بسم الله. عندنا البيض كما كتشوفوا، وعندي هنايا واحد قول 250 غرام ديال الكفته ديال العجل ما فيهاش كراسها. وعندي هنا واحد البصله اللي خصها تكون مقطعه رقيقه، يعني تقطع على طريقه لابينيغريتا. وعندي هنا فلفله خضراء مقطعه حتى هي على طريقه لابينيغريتا، مع واحد جوج ديال نطيس ديال الثومه. وعندي فلفله صفراء حتى هي نفس الطريقه مقطعين رقاق بزاف. هاد الفلفل يعني كيجي في هاد الطعميره ديال البريك صراحه كيجي هكذا خضر، يعني نحيدو له غير الثومه. الثومه ضروري ندوزوها شويه باش ما تجيش مجهده حيت رمضان وداكشي. يعني هاد الفلفل كيجي فيها، الا كان عندكم حتى الفلفل الاحمر حتى هو ديفوه، يعني كتجي هكا، يعني راه مدقدقه الثومه، يعني مدقدقه، يعني حتى قطعتها وليت دقدقتها بالموس، يعني رقيقه بزاف، يعني هاد بهاد التقطيعه اللي كنصاوبو لا بينيغريتا، يعني كتجي خضره صراحه تجي زوينه. ولكن انايا عندي واحد الدراري في شكل ما ياكلو ليش، الا شمو ريحه الخضره خضره راه ما ياكلوها ليش. اما هي راه الخضره تكون خضره راه تكون فيها ماس فيتامينات وتكون حسن، يعني صحيه اكثر. ولكن انا اللي ما كياكلوها ليش راني غادي غير ندبلها واحد شويه باش ما يشموش فيها ريحه ديال الخضوريه. كما قلت لكم عندي البصله مشلده، فلفله خضراء مع جوج ديال نطيس ديال الثومه، فلفله صفراء، عندي الزيتون حتى هو مقطع هكذا، وعندي البيض والكفته وبطبيعه الحال زيت العود والملحه. هادو هما المقادير، يعني خفاف، ماشي شي حاجه يعني اللي صافي. المهم انا غادي ندير الزيت وغادي نقصوا العافيه غير مهيله باش ما تحرقناش زيت الزيتون. انا ما كنخدمش الزيت ديال المائده صراحه، كنخدمش بيها يعني بسوا لا كنت غادي نقلي سي نديرها. يعني كما شفتوا واحد القطره ديال الزيت هنا في المقله غير قطره، وهنا في المقله الاخرى حتى هي غير قطره. صافي انا غادي نضيف هنايا البصله ديالي، نشحرها ونزيد عليها هاد الثومه وهاد الفلفله، يعني هنايا كاع نديرهم مره واحده يعني في هاد المقله، ونزيدوا الفلفل الاصفر اللي عندكم الاحمر حتى هو تقدروا تضيفوه. المهم هذه هي هذه، راني غادي ندبلهم غير واحد شويه ماشي نقليهم. وهذه كما شفتوا الزيت غادي ندير فيها هاد الكفته، وغادي نمشي انايا يعني ندوز العافيه ديالي كما كتشوفوا. غادي نطيب هاد الكفته وندبل هاد الخضيره، وغادي نرجع معكم للطريقه ديال التعمار ديال البريك ديالنا. بطبيعه الحال البيض نغسلوه، راني عاد ما غسلتوش، بلا ما ندوزو يعني النار وداكشي باش ما يجيناش الفيديو طويل. المهم المقادير هما هادو كما شفتوهم، الكفته نقليوها والخضره ندبلوها واحد شويه كما كشتو بحال هاد الطريقه. ها هي كما كتشوفوا. صافي انا غادي نمشي للنار، غادي ندبل ديك الخضيره ديالي ونطيب هذيك الكفته، وغادي نرجع معكم باش نعمروا لي بريك ديالنا اللي غادي يجيو زوينين وغادي يعجبوا الكبار والصغار. يلا نمشيو نبداو على بركه الله. عفوا راني كنت نسيت البطاطا، ما
ما قدمتها لكمش، دايما ننسى حاجه. كما كتشوفوا عندي البطاطا مسلوقه. المهم انا غادي ندبل الخضره ديالي ونطيب الكفته، وغادي نرجع معكم باش نكملوا البقيه ديال الطريقه ديال البريك ديالنا اليوم. كما كتشوفوا انا يعني شحرت الكفته ديالي، ها هي كما كتشوفوا هي واجده، وشحرت هذا لابينيغريتا ديالي حتى هي هي واجده. غادي نضيف لها شويه الهريسه اختياريه كما كتشوفوا. غنضيف لهم شويه الهريسه، كيجيو زوينين بالهريسه، كيجيو رائعين صراحه، كيجيو ولا اروع. نزيد لهم عاوتاني شويه ديال البابريكا، ها هي يعني فلفل حار كيعطيو الحراره، كيجيو زوينين هكا. ما نديرو فيهم لا سكينجبير لا خرقوم، كنضيف لهم الكمون. صافي هادشي اللي كاين. صافي نخلطهم هكذا مزيان، الملحه ما تكثروش لحقاش رحنا غادي نضيفوا الزيتون مالح. ونسيت كل شويه ننسى حاجه نجيبها لكم، ونسيت غادي نضيف هذا الفرماج ديال لامبورغيسا، وهذا الفرماج والموزاريلا ديال البيتزا حتى هما غادي نضيفوهم، ما وريتهم لكمش في الاول ديال الفيديو. صافي خالد ديالنا كما كتشوفوا هو واجد. غادي ندوزو البطاطا ديالنا نصاوبوها كما كتشوفوا، ندخلو الهريسه مزيان، وندخلو داك الكمون في الكفته باش تجي بنينه. ماشي غير نخلطو واحد الجانب يجي فيه وواحد الجانب يعني ما يجيش فيه. صافي هنا كملنا هذا الشيء ديالنا. دابا غادي ندوزو البطاطا ديالنا، دابا غادي ندوزو صاوبو البطاطا ديالنا كما كتشوفوا، ها هي عفسوها مزيان. صافي مع راها سخونه يعني عاد دافيه، يعني عاد خصكم تعفسوها قبل ما تبرد. كي تبرد ما تبغيش تعفس مزيان، تكون عفسوها وهي سخونه ولا تكون يعني باقا دافيه. صافي انا سلقت معها الملحه، يعني ما غاديش ندير لها الملحه. صافي هذه هي البطاطا ديالي كما كتشوفوا، صافي هي كاع تمعست. صافي ضيف لها حتى هي شويه ديال الهريسه كما كتشوفوا. الهريسه عندي ماشي حاره بزاف انايا، على داكشي نزلت لها شويه ديال الفلفل الحار، نزيدو لها شويه ديال الكمون. بطاطا كيتبحها الكمون، كتواتى معها الكمون، كتجي زوينه بزاف الصراحه كتشوفوا. غادي نزيد لها هنايا واحد جوج ديال المثلثات ديال الجبن، تقدروا ديروا كيريت، تقدروا ديروا اي يعني اي فرماج عندكم موجود في المطبخ تقدروا ديروه. غادي ندير لها غير جوج هنايا، اللي بغى يدير اكثر يدير، حيت غادي عاد نصاوب لها، غادي نزيد لها الفرماج في الطعميره بزاف. صافي نبقاو نمعسو فيها مزيان حتى يندمج الفرماج مع الكمون مع الهريسه، يندمجو مزيان بحال هكا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وطبيعه الحال البطاطا يعني راها حبيبه الجماهير، يعني الصراحه واخا ناكلو ناكلو
الا ما كانتش البطاطا بحال لا ما كاين حتى شي حاجه في الدار. يعني البطاطا راها معشوقه ديال يعني الكبير والصغير والبيبي والناس الكبار عاوتاني كلشي كلشي البطاطا معشوقه. وكتجي في هذا البريك صراحه بهذه الوصفه. اجا تبعوا الفيديو حتى الاخير وجربوها صراحه غادي تعجبكم بزاف. يعجبكم البريك بهذه الوصفه كيجي غزاله. ما راني اي حاجه نحطها في القناه ديالي ما عمرو يعني ندير اول تجربه ونحطها، لا حتى ندير التجربه عندي ونعطي لواحد المتذوقه عندي في الدار دوق. ايوا كي تعجبها نعرف بلي غادي كلشي تعجبو. الا قالت لي لا خصني نبدل نغير في المقادير ولا نغير، المهم حتى تتفوت ليلى في زيت المتذوقه ديالي. صافي هذه هي البطاطا ديالنا، نحيدوها هنا على واحد الجانب ونبداو في العمل على بركه الله. كما كتشوفوا هكذا على بركه الله غادي نبداو الورقه ديالنا. كما كتشوفوا هي هذه، الا كانت عندكم الورقه كبيره هذيك يعني المدوره ولا شي حاجه ديروا البريك كبير، تقدروا ديروه كبير قد المسمن معليش. انا المهم انا غادي نديرو غير حسب الورقه اللي عندي صغير، ويجي صغير حسن باش اللي يتاكل يتاكل واللي ما تاكلش راه باقي. غنشدو كما كتشوفوا هذه وحده هكا هكا كما كتشوفوا، شدوها نقطعوها هكذا يعني في النص هاك، ونعاودو نقطعوها هاك يعني واحد الورقه نخرجو منها اربعه ديال اربعه يعني بحال هكذا هكذا. بسم الله نبداو الورقه ديالنا كما كتشوفوا هذه هي. وندهنوها شوية الزبدة كما كتشوفوا هكا. صافي هكا غادي نشدو هادوك المربعات اللي قطعنا وغادي نحطوهم في الوسط تا هما ندهنوهم واحد شويه باش يجيو بنان وما يجيش ناشفه. صافي دابا غادي نشدو كما كتشوفوا غنشدو البطاطا ديالنا هكا، يعني غديرو على حساب الافراد ديال العائله ديالكم كما كتشوفوا. غنحطها هنايا غادي نسرح نسرحها. تقدروا تدهنوا المعلقه ديالكم بشويه الزيت باش ما تلصق لكمش، شفتوا هكا. صافي وغادي نحطوا عليها شويه ديال كما كتشوفوا، نحطوا عليها واحد الجبن هكا، نحطوا فوقها هذا الجبن وغادي نزيدوا لها من هنايا مع الجنيبات هاد لا فينيغريتا كما كتشوفوا هي. انا غادي ندير معكم واحد جوج ولا ثلاثه تتكون العمليه مفهومه. كيجي هائل زعما هاد البريك بهذه الطريقه، زعما صراحه انا كندير ديما ولكن هاد الطريقه يعني عجبتني بزاف. من بعد نزيدو الكفته ديالنا حتى هي من الفوق، نخليو واحد البليصه خاويه في الوسط، نخليوها هنايا خاويه كما كتشوفوا معايا هكا. نزيدو الكفته نخليو هاد البليصه كما شفتوا معايا، نحيدو هادو باش ما يتقبلناش هاد باش يجي داك الشيء متقاد. صافي هكا غادي نزيدو الزيتون ديالنا نوزعوه
هنايا مع الجناب كما كتشوفوا. هنديرو بواحد اليد باش ما ندركش الكاميرا. نوزعو الزيتون هكذا كما كتشوفوا. غادي نهرسوا البيضة ديالنا وغادي نديروها هنايا كما كتشوفوا. حتى يبقى لنا غير الحمر كما كتشوفوا. ها هو شو يعني كامل هذا البيض خرجوه على هذا الجانب وغادي نحطوها هنايا في الوسط ديال البريك. عاد غادي نزيدو الموتزاريلا هكا من فوق هكا موتزاريلا حسب اللي يبغي بزاف اللي ما يبغيش اللي ما. صراحه انا الدراري مبقاوش يبغيوها لي بزاف على حسب الريجيم والرياضه كيقول لك ما تكثريناش الفرماج بزاف. صافي وغادي تطويو هذه هكا طويوها كما كتشوفوا هاك. عندي انا هاد الوريقه راه جاتني صغيره صغيره ولكن معليش غادي نعاود نزيد وحده اخرى باش ما خرج لنا شي الحشو على برا. ها هي شوها نزيد وحده باش نقلبوها عاوتاني على الجهه الاخرى. هي غير وحده لو كان الورقه كبيره كل ورقه كبيره يعني انا كبرت فهمت. الجايه غادي نديروها شويه صغيره وتشوفوا يعني غير واحد الورقه وتقلبوها هكاك. بصح انا جاتني شويه كبرت يعني كثرت التعميره وجاتني يعني ماشي مشكل نقدر نداويها فهمتوا. يعني ندير لها عاوتاني بطريقه بحال اللي درنا في الاول ونقلبها على الوجه الاخر باش تعطيني هكا كما كتشوفوا. ها هي وغادي انايا يعني جمعتها هنايا هكا يعني حتى ما بقاش يبان هذاك سميتو فرماج. هو صافي غادي نقلبها هنايا باش تجي غليظه وما يخرج ليش هذاك الشيء. ها هي صافي نديروا لها هكا وصافي يعني ما غاديش يعني نلقاو لها الحل شفتوا على هكذا. ها هي فاش نحطوها يعني تقلى نحطوها على هاد الوجه اللي فيه هذا باش ما يتحللناش. صافي يعني درت لها يعني لقيت لها الحل. صح دابا غادي نخدم معكم يعني غير واحد الورقه باش تجي فهمتوا يعني تجي صغيره وما تجيش يعني غاديش نكثر غير التعميره وصافي. كثرت لها التعميره هي جات كبيره زوينه يعني على حساب بحال مسمنه ولكنني يعني ما نكثروش التعميره. ها هي دابا غادي ندير غير واحد شويه ديال التعميره كما كتشوفوا. ها هي يعني قلنا كثرت باش نكثر صافي. تقدروا تخدموا حتى يدكم ولا شي حاجه هي يعني هنايا فيا واحد الطبيعه ديما كنخدم غير هاك صافي. وغديروا بحال بالعواد انايا علاش جاتني كبيره حيت درت الفرماجه كامله يعني جاني مربع كبير. بصح دابا غادي نقطع الفرماج وغادي نديريه واحد طرف صغير بحال هكا صافي. وغادي نزيد هاد لا فينيغريتا ندورها
دابا غادي نديرها صغيره، يعني غير وحده غادي تكفيني تاع البريك بلا ما ندير جوج ديال البريك باش ما نضيعوش البريك بزاف وما تجيش غليظه عاوتاني في نفس الوقت. صافي نزيدو الكفيته، ها هي ديالنا كما شفتوها هاك. نزيدو الزويتينات، نخليو غير البلاصه ديال البيضه صافي هكا صافي. نعاودو تاني نديرو نفس العمليه البيضه ديالنا صافي. نفس الطريقه نديرو البيضه، صفر البيض في الوسط، نزيدو الموتزاريلا صافي. البريك ديالنا هو هذا وجد صافي. شتو انا شفت لكم دابا درت التحميره غير على حساب الورقه، هي جاتني قد قد بلا ما ندير جوج ديال البريك، يعني ما نخسروش وما هكا. ها هي شو ها هي، تقدروا تغلقوا بالدقيق. انا غادي انا درت غير الزبده لحقاش غادي فاش نقلي نحط على هذا الوجه صافي. شتو هادي جات صغيره، جات غير واحد البريك كفاني، يعني بلا ما ندير جوج ديال البريك الاخرى جات كبيره، حنا كثرنا فيها ديال البريك. غنزيدو حيدة عاوتاني كيما هكا حسب الورقة اللي عندكم. كانت الورقة كبيرة تقدروا تكبرو فهمتوا، يعني الا كانت عندكم هذيك الورقه المثلثه يعني اللي مدوره تقطعوها، يعني تقطعوا وحده تقطعوها على اربعه، يعني كل طرف ديروه في الوسط غتجيكم كبيره. وفاش هذيك هذيك الوريقات يعني مدورين تاع البريك يعني هذوك زوينين، يعني كبار، يعني كتديروا كتعمروا يعني دور لكم على هاك وهاك، يعني بلا ما هاد المربعه لا كاين حتى هذه مزيانه تقدروا ديروها صغيره وصافي، يعني بلا ما شوفوا هذه لقينا فيها جوج بيضات ما شاء الله. لا لا خرجت والله العظيم بيضة فيها فيها جوج. البريك ديالنا كما كتشوفوا صافي. انا غادي نتابع الطريقه ديالي نكملهم كاملين وغادي ندوزو نقليوهم ونشوفو كيفاش جاو في الاخر.
سي 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 دائما نخليو بلاصه البيضه باش ما تخرجناش على برا كما كتشوفوا. هذا هو البريك ديالنا، هانتوما تشوفوا. انا غادي نقليه، ما غاديش نديرو في الفران صراحه. انا ما كنقليش الحوايج ولا الماكله، ولكن هذا كيجي مقلي يجي احسن. انا غادي نقلي، غادي نمشي ندير الزيت تحمى ويلاه معايا باش نشوف كيفاش غادي.
صافي غادي نديو نقليو ونحطو دائما على هذاك الوجه باش ما تحللناش، حيت ما درنا لها لا بيض لا التلساق لا فرينه. خصكم الزيت تكون شويه تكون سخونه باش ما يشربوش الزيت، تكون سخونه الزيت، الا درناهم في الزيت بارده يشربوا لنا الزيت. صافي نجهد النار باش يحمروا دغيا وما يشربوش الزيت بزاف. ملي نحطوها على فين لقينا الورقه نحطو الاول هذاك الوجه الاول في الزيت يتقلى كتبلع، ما يعني ما تستحق لا 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 طحين لا بيض لا والو، تبلع عادي. شوف هاهي صافي حمار. غنوجدو واحد الطبسي ديالنا فاش نحطو، وكل الورق ديال الكوسينه كما كتشوفوا باش لا شربوا شي حاجه ديال الزيت كتمص هنايا في هذا البابيل. صافي وهذه هي الطريقه ديال البريك ديالنا المعمر بالبطاطا والخضار كيسو حتى كيجيو زوينين ومقرمشين هايلين. البيض الداخل ما يجيش طايب فيهم بزاف، اللي بغى البيض طايب بزاف يقدر ملي يحيدهم يولي يحشيهم شويه في الميكروهوندا ولا الفرن ولا، ومن الاحسن يتكل بحال هكذا يعني يجي احسن. هذا هو الوجه ديالها كما كتشوفوا، حاولوا نكثروه الزيت ونحطوه فوق بابي دي كوسينه. صافي صافي انا غادي نتبع الطريقه ديالي، يعني راكم شفتو شوفوا كي جاي الدورين يعني مقرمشين وزوينين. غادي نكمل القليان ديالي ونكملوا الفيديو ديالنا للنهايه. كما كتشوفوا هذا هو البريك ديالي بعد ما قليته، انتم تشوفوا تبارك الله مقرمش قرمش وزوين وما يشربش الزيت صراحه، زوين بزاف. نتمنى باش تجربوه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بالاشتراك ديالكم في القناه باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وعواشر مبروكه، ونخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد على الجميع الامه المسلمه.
وهذا الشيء اللي كنقول لكم، وهذا هو هذا هو الفيديو ديالنا، دي هي الوصفه ديالنا اليوم والبريك. فجا زعما نقول لكم جهائل، نتمنى باش تجربوه وتردوا عليا. يلا سلام في رسانكم حبايبي حبيباتي، الى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله.